بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم الهر من مركز سرمين، متطوع في فريق الدفاع المدني سرمين، مواليد 1992، متزوج لسه رب العالمين ما رزقني أولاد، الحمد لله رب العالمين. أنا أعمل على أطفاء وبحث وأنقاذ للناس العالقين تحت الأنقاض، وأصيد أكثر من مرة وأنا في عملي. وامبارح بيوم خميس 29/9/2016 قام الطيران الروسي بإلقاء أجسام الغارة على محافظة إدلب، وتوجهنا بفريق 5 عناصر مباشرة إلى المحافظة. وأول ما باشرنا بعملنا هو أخمدنا الحريق، كان في حريق ليبي وأخمدناه، تم السيطرة عليه. ثم من بعد الحريق عملنا على امرأة وطفلتين تحت الأنقاض تحت طابقين. أول ما بحثنا سألنا بعد بحث طويل سألنا المدني وهو أبوه الأطفال كانوا موجودة هناك، ودلنا أول ما بحثنا لقينا المرأة اللي كانت تحت الركام طويل ما في غير وجهها مبين. عملنا أكثر من ساعة ونص لطالعناها من تحت الأنقاض، أنا بعد جهد كبير الفضل لله والحمد لله رب العالمين. وبعد ما طلعناها اتجهنا على أطفالها اللي كانوا موجودين تحت غرفة تقريبا 20 متر مربع، وهي يعني تحت ركام تحت صبتين. الحمد لله رب العالمين حفرنا في نص الغرفة تقريبا مساحة نص متر، ونزلنا لنبحث على الطفلة. كنا فريق، كمان بوجه شكر لصالح أغا عبد الخليل اللي كانوا عم يشتغلوا معنا، وفي أكثر من أخ كمان كانوا عم يساعدونا في هذا العمل. الطفلة اللي ما بتتجاوز 30 أو 40 يوم تقريبا، الحمد لله رب العالمين على قيد الحياة. يعني أول نحن ما شفنا الطفلة وطفلي ساعتين تقريبا، ساعتين أو ساعتين ونص تحت الأنقاض، والحمد لله رب العالمين يعني عايشة وما فيها ولا خمش. إذا يعني إذا فيها خمش صغير هو بجبينا خمش أو خمشين. يعني كان مقطع مؤسر جدا جدا، يعني أنا من فرحتي صرت أبكي. يعني بهيك موقف عم توقف هيك بموقفه وأنت يعني عم تشتغل شغل، يعني الحمد لله رب العالمين أنجزت إنجاز كتير كتير كبير كتير كبير. يعني أول ما شاهدنا الطفلة ودقيناها أنا وفريق الدفاع المدني، وصلنا نتقاتل مين بده يشيلها عند لطانيا زميلي، وأنا شلتها وبدي نزلها من فوق من الطابق الثالث، وأكثر من واحد يعني كانوا اللي بدهم ياخذوها مني، وما أنا يعني عندي ضبيت حسبت إنه كانت البنت. يعني أنا تأثرت كتير كتير، يعني ما تأثرت إنه من فرحتي إنه من هالإنجاز اللي أنجزناه أنا وأصدقائي في الدفاع المدني. وأكثر من واحد حاولوا إنه ياخذوا مني البنت، بس أنا ما حاولت إنه ما أعطيها لحدا أبدا. نزلت من فوق من الطابق الثالث لتحت ووصلت للمشفى، ووصلت لعند أمها. يعني أمها اللي أنقذناها أول شيء، رجعنا كمان وصارت تقول للمرأة إنه بدي بناتي اقتلها بإذن الله تعالى، بإذن الله رب العالمين ما بيطلعوا غير عايشين، والحمد لله رب العالمين طالعنا التنتين عايشين. أول ما طالعنا بنت 30 يوم وأنا وصلت لها لعندها على المشفى، الوقت شافتها يعني عندي اللي وصلت لها بنتها وشافتها، إيه كمان شكرتنا كتير كتير. ورجعوا كمان زملائي صالح أغا وحسن خليل ومشاركة الدفاع المدني، يعني كمان يطالعوا البنت الثانية اللي عمرها 2 أو 4 أشهر، الحمد لله رب العالمين كمان على قيد الحياة. الحمد لله أنا بشكر رب العالمين على هذا العمل وهذا الإنجاز اللي أنجزناه، ألف الحمد والشكر لرب العالمين. شاركت عمليات أطفال سابقا، هل تعرضت شيء للي صار خلال عملك في الدفاع المدني؟ نعم، أنا شاركت بأكثر من عمل، وفي عمل منهم في سرمين كمان وتصاببت فيه، ضليت تقريبا شهر ونص متصاوب، وكمان مرة عن طفل حريق كمان تصاوبت أكثر من مرة، الحمد لله رب العالمين، الله شافانا الحمد لله.